طيب نروح بقى على تعالى نروح اخبار النادي الاهلي زي ما احنا متعودين ونتابع كده ايه الجديد مع ساله حامد مراسلتنا الموجوده دلوقتي في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا ساله بونجور عليكي، سامعينك، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوند، وطبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي بكل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلتي يا نهاوند انا حاليا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان ننقل لكم كل الاخبار وابرز الامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. ويمكن خلينا نبتدي معكم باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني السويسري لفريق النادي الاهلي، يمكن اللي قرر انه يريح جميع لاعبي النادي الاهلي يعني لمده 5 ايام من النهاردة لحد يوم 13 لمدة 5 أيام خلال فترة التوقف الدولي، طبعا عشان يريح يعني جميع لاعبي النادي الأهلي بسبب يعني الفترة الماضية، وإن هم كمان يكونوا مستعدين بشكل أكبر لجميع المباريات القادمة سواء في بطولة الدوري أو طبعا بقية البطولات اللي هيشارك فيها إن شاء الله الفريق الأول لكرة القدم. يمكن كمان بعد فترة التوقف دي أو بعد فترة الراحة السلبية هيكون في إن شاء الله يعني مباراة ودية زي ما أعلن كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الفريق الأول لكرة القدم إنه إن شاء الله هيكون في مباراة ودية عفوا لفريق النادي الأهلي، ولكن لم يتم تحديد لسه الفريق اللي هيواجهه النادي الأهلي في المباراة الودية دي، فحاليا الفريق في راحة سلبية وإن شاء الله هيرجعوا بعد يوم 13. ده بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم. خليني بقى أروح لجميع الألعاب الأخرى وأبتدي معاكم بأخبار الفريق الأول لكرة السلة الرجال تحت قيادة مستر أجاستي بوش المدير الفني الأسباني لفريق النادي الأهلي، واللي النهاردة إن شاء الله عنده يعني تحدي جديد ومباراة جديدة في بطولة الدوري المرتبط. النهارده ان شاء الله المباراه هتكون مع نادي سبورتنج الاول فريق المرتبط، هيكون عنده مباراه الساعه 4، بعد كده الفريق الاول عنده مباراه الساعه 6، ويمكن المباراه الاولى فريق المرتبط هتكون على صاله الشهداء داخل مقر النادي، والمباراه الثانيه الساعه 6 هتكون على صاله امير عبد الله الفيصل ايضا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، ودي هتكون مباراه الذهاب. مباراه الاياب كمان ان شاء الله يا هوندو كريم هتكون يوم السبت المقبل ولكن في مدينه الاسكندريه. ده بالنسبه للفريق الاول وكمان فريق المرتبط. كمان سيدات أو ملكات كرة السلة امبارح تحت قيادة الكابتن طارق خيري يعني امبارح يعني تأهلوا بشكل رسمي للدور النهائي أو يعني الفاينل ماتش من بطولة دوري المرتبط في أو على صالة البرج العرب في مدينة الإسكندرية، بعد ما يعني تفوقوا على نادي سموحة في المباراتين سواء الفريق المرتبط أو الفريق الأول. يمكن فريق المرتبط المباراة انتهت بنتيجة 60-56 في الوقت الإضافي، وكمان الفريق الأول انتهت المباراة بعد أداء يعني قوي متميز من كل لاعبات النادي الأهلي، انتهت المباراة بنتيجة 92-64. ده بالنسبه لسيدات كره السله. النهارده هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات، وبكره ان شاء الله هيرجعوا للتدريبات الجماعيه عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراه الفاينل، واللي يعني هتتم على يومين، يوم الاحد ويوم الثلاث ان شاء الله على صاله استاد القاهره الدولي. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لك انا هوند اقول لك يا كريم انه الفريق الاول لكره اليد رجال بيواصلوا التدريبات ايضا بشكل طبيعي. النهارده التدريب هيكون الساعة 4 عشان بكرة وبعده إن شاء الله عندهم مباراتين في بطولة الدوري على صالة طلائع الجيش، أول مباراة هتكون مع طلائع الجيش وتاني مباراة هتكون مع هيليو ليدو، والمباراتين هيكونوا في نفس الموعد الساعة 6. كمان سيدات كرة الطايرة النهارده عندهم تمرين الساعة 6 عشان يوم الجمعة إن شاء الله عندهم مباراة مهمة مع نادي الزمالك في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز لكرة الطايرة سيدات. والنهارده رجال كرة الطايرة تحت قيادة كابتن ميدو مسلحي كان عندهم مباراة امبارح مع نادي مصر البترول وانتهت بفوز النادي الاهلي ب3 أشواط مقابل لا شيء، النهارده هيكونوا في راحة سلبية من التدريبات وبكره هيرجعوا للتدريبات الجماعية عشان عندهم مباراة مهمة مع نادي بتروجيت في الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز لكرة الطايرة رجال، والمباراة دي هتكون يوم السبت ان شاء الله الساعة 4 عندنا هنا في صالة امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. يمكن دي يا كريم ويا نهاوند كانت كل اخبارنا النهاردة المتعلقة بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضية. طبعا انا معاكي هوندو في اي سؤال، والان لعوده مره اخرى للاستوديو. لا تمام جدا يا ساره، احنا بنشكرك كالعاده على التغطيه الخاصه بالنادي الاهلي واخباره، شكرا لك.